نشرب لحد ما تشبع مجانا. تعالوا يلا مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجه طلبت من الراجل اللي هو يصب لي كوبايه عصير، وبالفعل صب لي كوبايه عصير وبدات ان انا اشربها. بس انتوا عارفيني انا ما بشبعش من كوبايه واحده. شربت كوبايه في الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما شبعت. وقلت له ما تحرمش منك ابدا، انا فعلا كنت عطشان وسلمت عليه ورايح امشي، لقيته بينادى عليا. لقيته بيقول لي في الحزام العصب. قلت له في ايه بس، ايه ده؟ مالي في الحزام العصب بتاعك؟ قلت له طب تعالى تعالى وانا هشرح لك كل حاجه. واول ما طلع معايا بدات اوريه الورقه اللي انا حطيتها من البدايه، اشرب لحد ما تشبع. هو ما تفهمش وقام ماسك الورقه ومقطعها على طول، وانا اخدت بعضي ومشي. ولو عاوز بمجرد انك تسقف تلاقي تليفونك لو ضيع ادخل على اول كومنت.